tomu najwyższe cynoni. Ene mesharia da. Mesha ndir sport. Enfin, mon mari n'a pas comme une bête, parce que c'est pas bizarre. Oh, elle m'a dit, elle est une vie à lui. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير. صباح الخير، كيف صبحتوا؟ مزيانين؟ انا حاولت نصور لكم شي حاجه الدار، مي كان مراد وسام نعاس. كيف كتعرفوا راه السبت الصباح وما قدرتش نهضر على قلت نكمل لكم هنا. لقيتوني ما شاء الله سال دو سبور، هذه من شهر 8 مني هبط المغرب ما مشيت لاسال في شكل، يعني صافي لونطو فريمون اكثر من 3 شهور ما مشيت، ما لحقت مع الشغالات سبحان الله. اونسو مومو راني مشغوله، ديما عندي شي حاجه فيغ، ما كيبقاليش الوقت وهادي وهادي. الوغ يعني فريمون قلت الا ما مشيتش راه ما عمر غادي نمشي، نبقى نخلص عام كله بلا ما نقدر نمشي. يعني الا فشلتي مره واحده صافي غادي تفشلي على طول، وقلت غادي نغوكوبيغي ميم و الا مشيت غير جوج مرات في السيمانه مزيان احسن من والو كاع. فوالا هادشي اللي كاين، وبغيت نبارطاجي معكم شويه. وغادي نمشي دابا في الصباح نيت باش نرجع للدار نطيب الغدا ديالي وهادي وهادي، راكم عارفين دابا راه التسعود. غادي نمشي كيف قلت لكم لاسال، ومن بعد باغا ندوز لاكسيو فيت في والكارفور ماركت، حيت دايرين لي كوش -70 وقيله، هادوك ديال الكيلوت اللي كندير انا لولدي، خاصني نمشي ناخد له ستوك ديالو. فوالا وصافي. المهم بارطاجي معكم كل شيء، اي حاجه درتها غادي نبارطاجيها معكم، بالنسبه للغدا ولا اي حاجه. المهم اي حاجه درتها راه غادي نبارطاجيها معكم، سورتو غادي نبارطاجي لكم العسل، سورتو الا كانت خاويه غادي نلقى راحتي بلوس، باسكو دابا ما مولفاش، يعني صافي لونطو ما مشيتش، والجو سبحان الله العظيم اليوم باغا ندوش تما، ولكن الجو سبحان الله العظيم زعما بيزار، بان لي البرد على برا. فوالا المهم ما دوش عليا، راه ما دايره لا ماكياج لا ولا عامله غير الغوجا ليفغ ديال الماكي ديالي. المهم صافي انا غادي نمشي البنات، غادي نتلقاكم تما، لقيت خاويه راه غادي نصور لكم لاساي اون ديتاي. هاد لاسال هي ديك فيتنيس بارك، راه معروفه فيتنيس بارك، راه حدا هادي اللي كنمشي لها انا، راه هي حدا بوشلي، يعني في الناس اللي ساكنين في مونت لاجولي، راه مونت لاجولي حدا سميتو ديك الباصه بوشلي، حدا اكسيون ديكشي. يلا بقوا معايا البنات. اول حاجه غادي نديرها هي هاد الطبي هذا اللي كيجريو فيه بحال هكا، مي انا ما غاديش نجري مع مون جونو، يعني من مع الرجل ديالي ديما كيضرني، الو ما يمكنليش نجري، يعني خاصني غير نتمشى بحال هكا، ما خاصوش يتعوج. الو بزاف د السبور اللي خاصني ندير، يعني باش نصايب لي تاع لا تاي، صايب بلان تروك، نزير شي بلايص باغ اكزومبل، مي ما يمكنليش نديرهم مع الرجل ديالي حيت خاصك تعوجي الركبه، ما يمكنليش. الو فوالا المهم درت هاد بغولاج دي غريس، ودابا غنتمشى صافي باش ما يبانلكمش هادشي مخربق، سنقلب لكم. عرفتوا الحاجه اللي نسيت، هو الماء، ودابا راه خديت الكوبلي بحال هكا وعمرت فيه الماء من الروبين، عندهم لي باسو الماء بلا برومو، يعني واخا نبغي نشري ما نقدرش. فوالا البنات المهم راني هنايا وراكم معايا. البنات انا درت الحركات هنايا، ما قدرتش نصور لكم، نسيت ما جبتش ديك العيبه اللي كنحط عليها التليفون. فوالا ولكن نصور لكم هاد لاصال هادي، الا بغيتي هادي بالنسبه كيدخلوا لها غير البنات، هاد لاصال هادي داروها خاصه نتاع البنات، فيها الماكينات ديال البنات بحال كتشوفوا هنايا، هادي ما عرفتش ديالاش، هادي المهم ديال كيف كتشوفوا كتخدم لي اونش ديالك الرجلين وكل شيء. المهم هنايا كاينه هادي ديال اللي كيعجب لهم واقيلا حامل الاثقال، لا شي لعيبات بحال هكاك. كاين هادي ما عرفتش ديالاش سيمون ديالاش، هادي ديال حتى هي ديال لي فيسيي مع الموسكل ديال الرجلين، انا ما يمكنليش نديرهم صراحه كيعجبوني هادشي. انا نورمالمون عندي لا فورم زعما مزيانه من هنا، مي خاصني نزير، يعني تزيري داكشي اللي نقصتي ولا شي حاجه بحال هكا، مي ما يمكنليش ندير هادو. اليوم درت الحركه شويه بحال هكا غي انا لا طابي، يعني درت يوتيوب وصافي، درت هكا الحركات ديال لاسال سوغ لو تابي، وعطوني بلوز وحركات درت شويه، مي ما بغيتش نسوفري على الرجل ديالي اليمني، يعني مون جونو دوات ما درتش بزاف د الحاجات فيه، يعني درت ليسري خدمتو شويه اكثر.
مي فوالا خاص يكون لي كيليبو نورمالمون. مي فوالا المهم درت شويه من الماكينات ما يمكن ليش باسكو فيهم لي كيلو فيهم هذا، مي راهم مزيانين غير ان شاء الله يوتيغيزي لي الطبيب ونبدا نديرهم. وكاينه هادي، هادي ما عرفتش شنو، مي راه كيديروا بها شي حاجه انا ما عرفتهاش. هاد اللعيبه هادي المهم ما عرفتش. هادي وقيلة عرفت، لا هادي اللي عرفتها كت اكارتي لك لي جونب وكترجعهم لك القدام. المهم زوينه هنايا هادو ديال الظهر وهذا. المهم يا بلان تخوك لا سالا راه با مال يعني كتاخذ بزاف. وكاين خلاص فين كنديروا لي طابي هنايا الهيها فين كاين حوايج الهيها لابا سي. وهنا راه لا سال فين كاين لي طابي غولو البسكليتات راه كبيره لي عاوتاني. المهم صغير فين المهم داك الساعه نوري لكم كلشي. هيدا كي كتكتب فيتنس بارك فوالا. البنات انا بارطاجيت معكم هاد الماكينه هادي. الصراحه ما كتكونش في لاسال، كتكون ابار في لاكوي في واحد البيت بوحدو، وفيها هاد الماكينه اللي هي كتعاونك تحيد لك لا سيلوليت، كتعاونك تبغولي لك لا غريس، كديريها 10 مينوت دو فوا و 3 فوا بار سيمين ما بقيتش عقله. المهم كتخلصيها هي ب 10 اورو كتر في لابولمو ديالنا كدير 30 اورو للشهر. المهم 29.99 او بهادي لابوتي ديديها كترجع 39.99 يعني 40 اورو. انا صراحه ملي درتها بالغلط باسكو قال لي هو اللي غلط، قال لي واش بغيتيها؟ قلت له ان شاء الله بخي نشوف نجرب هذاك اموا غراتوي، حيت ملي كتدخلي اول نهار كيعطيو لك اموا غراتوي ومن بعد ولا عجبتك كتبقى ديريها. وقلت له نجرب ان شاء الله، هو يمكن دارها لي في الكونترول يا بخي. كنت خلصت شهرين، خلصت 40 ولا 3 شهور ولا ما عقلتش، وفي الاخر حيدتها وما بغاوش يضيعوني في داكشي اللي خلصته وفات وما درت فيها والو. وقالوا لي داكو غادي يعوضوني، دابا عندي 3 شهور غاتوي، ماشي غاتوي، جوج شهرين خلصتهم وشهر كان عندي غاتوي في التسجيل ديالي معاهم. صراحه زوينه كتهزهز الكامله، وكنت كنحس برجلي وكرشي وكلشي على داكشي، كنت كنحادي راسي كنت كنحس بهم يابسي. البنات هاد لاصال فين كنحطوا الحويجات ديالنا، هاد الساكاتو ديالي. المهم راه خاويه وقلت نستغل نصور لكم، كاين بلوز وبلاكارات هنا وكاين هاد لوكوتي اخر فيه البلاكارات وسي وفيه العلاقات ملي كيكون الانسان جالس وكيبدل باغاي. نفس لا كونتيتي هنايا، نفس لا كونتيتي لهيه. هنا لافابو اللي تغسلي فيه وجهك اليدين وديكشي، وهنا فين تسيشي الشعر ديالك بسيشوار وديكشي، وهنا فين تشونجي الا بغيتي تشونجي الحوايج. هنا ما تشونجيهمش هنا في التواليت اولا في لاسال دو بان اون جينيرال، تشونجيها لهنا. كاينه هذه الكبيره كتعجبني هذه الكبيره، واخر راهم صغار ما دخلش حجاله. البنات انا يلاه ساليت الدوش، عرفتوا درت ديك الماكينه اللي وريت لكم الاخريه كاع في الفيديو. المهم راه معطله خاصني نمشي دغيا. ديك الماكينه اللي كتفيفري بحال اللي كتشتعل فيبراسيون واعره واعره، حيت هذه كتخلصي هذه سوغو كثر من الثمن ديال لاسال. كي كانت كتفيفري لي كتزير لي درتها لي فيسيي لا سيلوليت وديك الشيء، ما بغيتش نخدم المشكل بزاف على رجلي عاوتاني. وكاين طبغوا لي لا غريس وهذا. المهم بلان تروك فيها البروغرام وفيها واحد الكوتش هكا بحال هذا وكيعلم كيقول لك شنو ديري فين تبلاصي رجلك وهذه وهذه. واعره فريمون واعره، غادي نبقى نديرها ونشاركها معكم. وبالنسبه للبنات اللي باغيين يدخلوا لاصال هاد لاصال هادي نيت وما عارفاش واش يعجب لها الحال ولا لا، تكونتاكتيني ونديك معايا نهار اللي غادي نجي نديك معايا سي غراتوي. ولا عجبتك عاد داك الساعه ديري لابونمون كيخلصوا 30 اورو بار موا مزيان صراحه. عندك بعدا اموا ديال هاد الماكينه اللي درت انا غراتوي باش تجربيها الا عجبتك صافي. وقيلا هادشي هما يمكن ما كيديروش ديك سيستيم تاع ويلا جبتك معايا يمكن يعطوني ام غراتوي والله ما عرفت ما سولتوش، ولكن غادي نسولو نعطيكم المعلومات الكامله. ما عقلتش كان نسي شي الشعر ديالي حيت برا كاين الشتاء. المهم غادي ندير شويه ديال لا كريم ديالي وديكشي ديالي الماسكارا وواحد شويه الغوج على فوي سي بون، وغادي نمشي فيت في الاكسيو الا بقى لي شي وقت. البنات صافي انا راني كملت، درت شويه ديال الماسكارا الغوج عليف الفوندوتا ديالي سي بون، غادي نمشي. المهم لا تونو ديالي ما لابسه شي حاجه، جبت شي حاجه اللي تكون خفيفه للساك، جبت هي هاد التريكو هذا كنت خديته من اشي ام هادي شي عامين ما غاديش تلقاوه دابا، والكولون عادي في الكحل وسبردينه ديالي ديال الفانت اي سي بون. غادي ناخذ ساكادو ديالي، خديت لا فيست
غادي نمشي للاكسيون نصور لكم شنو كاين ونشوف انا شنو كاين. مادام هضرت مع مراد قال لي غادي يدير شي حاجه خفيفه هكا باش غادي نديبانيو. فوالا هو واقيلا غادي يخرج داك الساعه مع صاحبه. مهم انا وسام نديبانيو باش ما كان المهم اي حاجه دارها هي هذيك. صافي البنات هذا مكان غادي نديكم معايا نوريكم اي حاجه درتها. يمكن ما غاديش نشري شي حاجه باسكو ما محتاجاش، انا فريمون نشري شي حاجه مي جوست غادي نمشي بعدا ناخذ الحجر، الحجر ديال كيكونوا عندهم رخاصين هذوك الحمر كيديروا غير شي 1.75 جو كرو الا ما خفت نكذب. الحجر ديال اي حاجه ما عرفتش كي كيقولوا لهم كاين الفرق بالعربيه وقيلة. المهم ديك الحجر اللي كيكونوا هايده ديال الحديد كتحشيهم هايده في الجوي في اي حاجه. المهم كاينين صغار وكاينين الكبار عندهم نفس الثمن زوينين من اكسيون. وصافي نشوف نضرب دويره نشوف شنو جابوا جديد ونصور لكم صورتو ليكم الا كنتو عجزتو تمشيو وهذا وهذا هكا نبارطاجي معكم واخا ما ناخذ شي حاجه. ونوصل لكارفور ماركت كيف قلت لكم ناخذ لاكوش. المهم غادي نقطع التليفون دابا ونسمع شويه ديال الموزيك المهم راكم عارفين. وصافي يلا بيزو. الجديده البنات هي داكشي ديال نويل ديك الادويه ديكورات هادو هاد المقلات هادو زوينين عندهم جاج خديت منهم زوينين كطيب مزيان بزاف. نتف اكسيو ديال بوشلي انا جبرت له المحفظات لولدي خديت له هادي وما عرفتش شكون اللي حسن واش هادي كارز ولا هادي ديميكي. المهم ديت له هادي ديال كارز وقولوا لي نتوما الراي ديالكم شوفوها هادي قيل عجبتني حسن قيل هذيك كارز حسن. فوالا دايرين لها 5 اورو. المهم بعدا جبرت كان عجبوني شي طبيصلات بحال هذا الشكل هادو واعرين لا سوب وشلاضة وداكشي مي ملقيتش كلشي لي بياس ديالهم الله حتى نجبر مرة أخرى ونشوف. البنات هما أكسيو رجعو جابو هاد المنظمات هادو التلاجة فغيمون البنات ما عندي ما نقول عليهم كيجمعو التلاجة مكتبقاش مترون كلشي كيبقى فيها في الوسط واعرين. جابو دابا شكيلات بحال السلة هاكا الخضرة زوينين ما ياخدوش بزاف د البلاصة. أنا صراحة زدت جوج من هادو راني حيرانة بين هادو وهادو الصراحة الخضرة وقيلة هادو ياخدو كتار ولكن المهم أنا خديت جوج من هادو وخديت جوج من هادو الرقاق وحدين رقاقين آخرين بقاو منهم جوج ندير فيهم بحال لي بوتاي ديال لي صوص وهادو وهذا نديرهم لتحت هادو غزالين. المهم إلا بغيتو تاخدوهم هما هنايا وكاين هذا غنجمد الماكياج وقيلة ولا ما عرفت الكبار كيسواو 2 اورو علاين وهادو المربعين 1.88 وهادوك الصغيرين ب 1.79. المهم خديت 4 حتى الحماتي كانت محتاجه فيهم وما كانتش كتجبرهم عاد لقيتهم هنا في بوشلي في ليمي ما كاينينش ما عرفتش جابوهم. والبرودوي البنات اللي هضرت لكم عليه البارحه هو راه بها الثمن 1.39 واعر خديت منه جوج عمرت ديجا هاد الشغيو الصغير. صافي المهم غادي نضرب دويره هنا نشوف شنو كاين وكل شيء وصافي. بالنسبه للجديد راه ما كاينش شي حاجه اللي ما تعرفوهاش كاينين لي برودوي اكسيو كيم ديما جابو هادو الرشاش هادو محتاجاهم انا ما عنديش خاصني هذا حيت ضاع لي الاخر الرشاش جيت بعدا لقيتو ضاع لي شكون مجرب فيكم هادو اللي مجربها فيكم تقولها لي باسكو ما عارفه شنو ما قالوا لك انايا كلين نيتوايون كويزين جو سي با كو سي ترون فير بوفر نوار مي كاين نيتوايي شنو كاين نيتوايي انا ما فهمتش يعني واش كاين نيتوايي كوزينه هكا اللون ديالها اللي بيزار بحال الماء. المهم اللي جربته تقولها لي في الكومونتير عافاكم بغيت نشوف شنو هذا نيتوايتو ناخذو جونجومبر كاين نيتوايي كلشي بالريحه ديال الجونجومبر ما عرفاش الريحه ديالهم شكون اللي غتكون حسن. هذا سالدو وكتبوا فيه بالجاسمين وبيرغاموت ما عرفتش شنو هادي وهذا ما داروش والله ما عرفتش داك تقولوا لي واش جربتوه. انا في جهه هاد الكوزينه البنات انا في جهه هاد الكوزينه شوفوا عندهم هاد لي بلا هادو ديال الدجاج خطيرين البنات. انا جربت هذا ديال 2 اورو 59 خطير صغور مزيون
الفران كيطيب بحالو بحال كلشي. هذا ديال 3 د الناس 4 د الناس. و انا عندي هادو الكبار كنت وهادو لا هادو ديجا تصداو ليا من الباقي هادو تصداو ليا واحد النهار ما عرفتش واش انا خليت فيه الماء ولا جو سي با مي فوالا مع الغسيل فوالا واحد النهار دخلت واقيلا لا فيسال على داكشي تصدى ياك خايبين جربتيهم فوالا هادو وي هادو ديت منهم الزوين خرجوا الخايبين حتى هما فوالا هادشي ديال الحديد واه اون بلوس كان غير كان رخيص عاد على هادشي باقي اللي خديت انا كان صغير كان بشي انا 60 كان هادو وي هذا خرج لي الزوين هاد الصغور هذا يطيب فيت فيه بحالو بحال الاخر اللي خديت بسيتو من بلايص اخرين صافي شحال عندك تبداو ليا بزاف فوالا شتي والمهم هادي ضروري تغسليها بس لو خاصها شي البرودوي اللي يمكن سبيسيال ديالها ولا ما عرفتش انا المهم جبرت هاد الطابيات هادو الزوينين صرا كيمشيو جوج جوج ما عرفتش حتى من ديالهم خديت منهم ليلي والمهم خديت منهم بلوزور مي غادي نشوف فلاكيس ما داروش فيهم الثمن غادي نشوف فلاكيس الا لقيتهم غاليين غادي نحطهم باسكو داروهم جوج جوج يعني ما تقدرش تاخدي وحده هي عاديين خفافين غير جابوا اللوان بحال هادوك اللي كنت خديت في الكري مي هادو بيض صافي وجابوا هاد الوسيد كنشوف هاد الوسيد اللي كيديروا بحال هكا عجبوني داروا لهم ما كملاش 5 اورو هما صراحه زوينين ما عنديش انا الدوغي في الدار ولكن نورمال مدخلي واحد البياسه دوغي هكا سي جوست ما عنديش البلاصه ما عرفتش واش كغتجي هكا فشي كوا مزيان صراحه زوينه كاين هاد ستيل وكاين هذا وكاين لي بوف جابوا لي ديكوراسيون بحال هكا واعرين بنات والله العظيم كنت بالشغيو صغير وخرجت وجبت الشغيو الكبير عرفتو عمرتو ديجا راه عامر اللي غيجي الاكسيو يقول باغا غير حاجه وحده والله العلي العظيم الا قلت لكم ما محتاجه والو اكسيو في الاخر صدقه انا خديه شغيو وانا في معمر المهم راكم عارفين المهم نشوف داك الساعه واش كلشي غادي نقاضي ولا المهم نشوف نشارككم شنو خديت البنات كلشي الباقي راه شكلاط الشموعه وداكشي ما مشيتش لجهتو المهم دابا راني ساليت عندي هنايا بلان تروك لقيت هذه الطوموبيل نيتواياج ديال الطوموبيل فيها هذه العيبه ديال الثلج المهم كاين بزاف ديال الحاجات داك الساعه غادي نشارككم هادشي نشوف واش نشارككم هادشي في الدار المهم ونشوف صافي المهم خليكم معايا البنات جبرت مراد دار لي هنايا اومليت بالشامبينيون حتى سام هو هادشي اللي كلا اومليت بالشامبينيون لي فريت والكيتشاب هو راه غادي يخرج ياكل برا انا المهم غادي نبدا ناكل حيت غادي تجي عندي حماتي العشيه غادي تجي عندي هنايا غادي تصور لكم شي حاجات المهم غادي نبارطاجي معكم شويه والباقي غادي تشوفوها في القناه ديالها يلا البنات نتغداو نرجع معكم نوري لكم لي زاشا وهذا راه باقي ما حطيت والو يلا حطيت لي فريت في الثلاجه سي بون المهم البنات انا غادي نبدا معكم خديت من اكسيو هاد لي هاد لي سوبالا هادو لك المشواغ اللي كنحطو هيدا على الطبيله هادو خديتهم يعني لانيفيرسير دسا ما ولا هكا في لي فيت ديال العام الجديد شي حاجه بحال هكا كنديرهمش ديما انا كنستعمل صراحه في الايامات العاديه كنستعمل هو اللي كنستعمل وخديت هنا سكوتش كنت كنقلب على ديك سكوتش ديال دوبلو فاس باش نديرو لي كادغ باش نعاود نلصقهم ساعه ما لقيتوش في اكسيون قلت حتى نمشي لبلاصه اخرى ما كنعرفش بزاف فين كيتباعوا وخديت لي برودوي هذا اللي شاركت معكم اللي كيحيد لي بزاف هذا واحد خديته نستعمله للاستعمال الكامل وواحد خديته باش نستعمله غير الحيوط والبيبان هذا صافي بانو غو 39 يعني انو غو 40 تقولوا هكاك وخديت هذا من اكسيون كان داير مش هذا طاح منه كان داير وقيلا المهم انا نقول لكم 3 اورو المهم رخيص كان رخيص 3 اورو هذا للرشاش ديال الماء باسكو تقطع لي من هنا هذاك ديالنا دار تجرح من هنا وبدا كيخرج شويه الماء الو خديتو ما كنعرفش نركب انا هادشي غادي نشوف كيفاش الا والو غادي نشوف الطريقه هنايا ولقيت هادو اللي كدنا اللي كدنا رخاصين بزاف البنات في اكسيو فريمون وحده كناخذها انا ب 3 اورو ولا من بلاصه اخرى وهادو بجوج بهم وقيلا شي انو ولا هادو هو ما كملاش وخديت هاد المعلقات هادو فيهم 3 كيبانو بحال د العواد ولكن هما قالوا بلاستيك ولكن ملي كنحاديهم كيجيب لي الله العواد ولكن المهم راه هما مني قالوا بلاستيك راه بلاستيك خديتهم بانوغو وقيله بجوج بهم بثلاثة بهم صافي وخديت هاد لي شيفون هادو كندي منهم ديما فوق ما يعني فوق ما كيضيعوا لي اخرين كنمشي كناخذ واحد 3 ولا 4
كيسلكو كيسلكو. هذا واقيلا 1.50 3 ولا المهم الاثمنه ماشي غاليين، راكم عارفين اكسيون. صافي شنو خديت اخر؟ خديت هذا اللي كيدير ريحه في الماكينه ديال الماعن، مزيون هذا حيت بعض المرات كنعمروا الماكينه وما كتعمرش في خطره واحده، الو كيبقاو تما المعنات مثلا فاسقين وصافي، واخا كنحيدو منهم الماكله مي كيديروا الريحه كما ملي خليتوهم بلا ما ديروا لهم شي لعيبه بحال هكذا. فوالا، اولا على الاقل الا ما كيعجبكمش ديروا هادو، رشوا جافيل. وخديت هذا، خديت واقيلا هذا واقيلا بشي 1.30 ولا شي حاجه بحال هكا، وهادي ما كملاش 1 اورو. نجربها النهار اللي غادي نبغي نسيشي الشعر، المهم راه الكاليتي عاديه، هي ديال العود كاليتي عاديه وصافي. المهم نجربها، كنهضر بشويه فشلان والله الا عييت، فقت في الصباح بكري. المهم هذا التيكي ديال الكاس. شنو خديت؟ خديت هاد الانفلوب هادو، وخديت هادو ديال طواليت ب 3 اورو شي حاجه لجوج. المهم فوالا، لا هنا 3 يا ربي، فيهم 3 صحابي، فيهم جوج، فيهم 3 مزيانه، 3 اورو شي حاجه رخيصه. فوالا البنات، وزدت جوج من هادو اللي كينظموا الثلاجه، ديك 7 اخرين اللي خديت هادوك الحماتي بلا ما نوريهم لكم، انا خليتهم في الطوموبيل. خديت غير جوج ليلي حيت انا عندي ديجا 6 في الثلاجه. بالنسبه لهاد الميكاس عليناها، و اون فيت حطيت واحد، كنت خديت جوج من هذا وفكرت بلي ما عنديش لي سباس لتحت، عندي تما واحد الشبيكه وعندي فيهم لي صوص طوال، الوغ هذا غادي نحتاجو لي صوص بحال، ماشي لي صوص بحال مثلا كونفيتور شي لعيبه هكا، شي بواطه هكا صغيره عمرتها بشي حاجه وحطيتها هنايا. هذا مزيان كيخليهم هيدا في لورد بحال اللي باين هنا في ليماج، على داكشي عجبني. صافي هذا عاوتاني. المهم هذوك البواطات الكبار ديال الثلاجه خديتهم بجوج اورو، راه كنت شرحت لكم في اكسيون الا شفتو في لا فيديو، بجوج اورو. وهادو ب 1.76 وقيله ولا 75. وخديت واحد الصابا بحال هكا، هي لقيتها في الغايو ديال النوال فين كيحطوا لي الحوايج النوال. المهم هي صابا عاديه، اللي عجبني فيها هو هاد الضواوي اللي عندها، الا كتشوفوا داروا فيها الضواوي هادو، يعني مني غادي تشعل غادي تعطي منظر زوين بحال هكا بحال الصابا، ولكن تقدروا تحطوها حتى بحال الورد، يعني انا عجبتني بحال الفاز نبدلها يا هذا نحط. خاصني ناخذ واحد الفاز يكون صغير ويكون زوين، عندي واحد في الغوز نشوف واش يجيني زوين هيدا في شي كوا في الصالون. وشنو جابوا اخر جديد اكسيو؟ جابوا هاد الطبيات هادو، رجعوا جابوهم هاد الطبيات هادو البياض، لقيت فيهم هذا ابيض ولقيت فيهم، ولكن كيتنت فيا البنات، عندي سروال في الكحل عرفتي تنتف ليا ليه، وجبت واحد في الكحل صراحه ندمت لو كان جبتهم بجوج في الكحل، لو كان حطيتهم على سالامونجي ديالي. سمحوا لي البنات شي حد كيتقب الحيط الجار ديالي واقيلا. المهم لو كان خديت هاد الجوج هادو اللي كاينين في الكحل، لو كان خديت منهم 4 مي مالوغوزمون واقيلا ما كانش واقيلا، على داكشي ما خديتش منه كتر. المهم هادو باغا نحطهم في سالامونجي ديالي، كيف شفتوا ما عنديش طابي في سالامونجي، وانا نورمالمون مولفه كيكون عندي طابي في سالامونجي. غادي نحط واحد هكا واحد هكا، نخلط بيناتهم بين الابيض والكحل، غادي يجي زوين. الا قدوني الا ما كفاونيش غادي نمشي نزيد، ولكن ما لقيتش، لو كان لقيت كتر لو كان خديت كتر، مي هادشي اللي كان. المهم هادو اللي كانوا ما تلاو لهم، ما عرفتش واش نلقى في شي اكسيو اخر، الا بقى لي شي وقت نمشي لشي اكسيو اخر، ولكن ما خاصنيش ندي لا كارت بونكير باسكو فريمون كانت نيرفا، مشيت على حاجه وحده وكنجيب مليون حاجه، هادشي ما بقيتش كنعرف نكونترولي. يعني اكسيون هو مزيان في حويجات رخاصين، ولكن الانسان ماشي ياخذ وياخذ ياخذ ياخذ ياخذ، هذا ما كان. المهم هادشي اللي خديت انا يعني محتاجه، ولكن بحال مشطه بحال هادي يعني ماشي محتاجه، كاين بحال هاد الطابيات دابا هادو صراحه كنت بغيتهم، يعني بحال هاد الطابيات لو كان جبرت بزاف تما كون خديت داكشي اللي غايكفيني، ولكن دابا راه ما لقيتش بزاف، وفي نفس الوقت هادوك يعني غادي يمكن يصلحوا لي، انا عندي طبله فيها 6 الكراسه، الوغ هادو فيهم 4، يعني كنت قلت نحط كل واحد عند كرسي. واخر حاجه خديتها من اكسيو هي هاد المحفظه هادي لولدي، كنت كنقلب على المحفظات مشيت لاكسيو ديال ماي ما جبرت، ولكن في هاد اكسيو هذا جبرت، لقيت له هادي كارز، كنت خديت وحده تما كدير انوغ ولا ما نعرف وحده باش يلونها، وهذا هي خفيفه مي ابخي حطيتها قلت ساعه غير ندير بزاف ديال الباكاج بوغ غيان، وحده غادي ياخذ فيها لي جوي ديالو داكشي اللي كيعجبو يلعب فيه باش هكذا يبقى يتغونجا ويتولف في نفس الوقت ياخذ محفظه، يعني ونتمنى انه يمشي لاكريش اولا في ليكول كيكون عنده كلشي مورغانيزي هنا.
مثلا دي بتي جوي اللي كيلعب بيهم، اين بواط ديال لي كرايون اللي غادي يخربش بيهم وشي تفتيتر صغيور، اي فوالا ديال الكارز هذه خديتها ب 5 اورو مزيونه البنات. هذا مكان بالنسبه لي طابي، غادي نفتح الابيض نوري لكم كي غايجي كي جايين كي دايرين. او فيت ماشي جوج، اون فيت راه غير واحد. اولا جي كخواي جوج ولكن كبارين، هادو الكبار كاع. تشمت البنات باسكو انا ما نويتش، والله ما عرفت مندي فريمون، ما صحابليش ما صحابليش بلي وقيله ردهم، ولكن راه فتحت له هذا. هو زوين الصراحه كبير، هيدا الطبله زوين شفتوه، هذا ب 6 اورو قولوا 7 اورو، و 6 اورو 50 ولا 6 اورو 99، يعني قولوا هكاك 7 اورو. او خديت دابا ديك الكحل من يصلح لي، يعني فيه واحد وصف. هذا ما كانوا لا شوفوا كي داير كيجي بحال هكا كبير زعما، وقيلا غادي ندير هاد الوحده هنايا كبيره بزاف. البنات المهم في اوميليو ديال البلوغ البلوغ كانت معايا حماتي، وكانت كتوجد المهم بلان ديال لي بلان، المهم لي بلان لي وجدات وشاركتهم معكم بيان سور. شوفوا البقلاوه كي كتجي هكا تحمق، انا الفران ديالي شويه ما ماشي حتى تما حمق شويه مع راساتو، الفران ديالي حمق شويه مع راساتو، كيخرج في الوسط محمر وفي الجناب ما كيحمرش. هي الفران اللي عندها في الدار حسن، يعني كتصايب فيها داك الشيء خطير، لا غوسيت ديالها خطيره. المهم دابا راه انا وريت لكم هكا، هي راه صورات لكم من المقادير وكل شيء، غادي تلقاوه في لاشين ديالها، وغادي نخلي لكم لا فيديو ديالها فتحت في صندوق الوصف باش تدخلوا لها ديريكت. الا ما بغيتوش تدخلوا عاد ديروا لو موند دو فريده ولا تلقاوه في صندوق الوصف، غادي نحط لكم لا فيديو. وما تنساوش تشتركوا في القناه ديالها وكل شيء ودعموها، وفي نفس الوقت كتوجد لكم واحد لا غوسيت المره اخرى غادي تشوفوها من بعد. المهم انا غادي نخليكم تشوفوا معايا كيف غادي تصايبها هي في، عرفتوا ديك الاوراق اللي ديال الاوراق اللي كيحطوا فيهم الكاطو هكا، كتصايبهم فيه وكيجيو غزالين غزالين غزالين. وهذا البلاطو هذا راه صغير على داكشي اللي كدير هي نورمالمون، وهذا راه غادي يخرج لها ما نعرف شحال من بقلاوه كيف كتشوفوا قطعتها بهذه الطريقه. المهم غادي نخليكم ما نكثرش عليكم، نخليكم معها هي تشرح لكم كلشي داك الساع فلاشين ديالها. ما عرفتش كيف جا لكم هادشي اللي درت، المهم قولوا لي الراي ديالكم صراحه البنات، اولا نحيدهم من هنا. المهم ها انا كي درت لهم بحال الهيدورات العاديين درتهم من ديك الرجل، المهم اي واحد جالس غادي يحط رجلو على طابي. المهم راه كبارين كي قلت لكم، فوالا نجي لكم من هنا الا يبان لكم حسن، وعطوني الراي ديالكم. انا صراحه ما قنعونيش حتى لتما، وانتم اللي غادي تاكدوا لي صراحه، ما اقتنعتش بهم، ما عرفتش واش الطريقه اللي دايره لهم انا اولا ما عرفتش ما عرفتش. المهم ديك الساعه عطوني الراي ديالكم، او لا خسائل واحد مثلا بلاصه البيض ناخذ غير الكحل. انا قلت زعما جوج الوان قلت يتخلطوا مع بعضهم مع سلمون جي عندي في البيض والكحل، مي فوالا قولي لي الراي ديالكم بكل صراحه البنات. كنديركم هذه ها هي كي كتجي، كتجي غزاله غزاله غزاله، الضواوي اللي فيها واعرين صراحه، كتدي جوج حجرات كبار خطيره. المهم هذا مكان، المهم كنتمنى يكون الاعجاب ديالكم الفيديو، واذا عجبت لكم شي حاجه ولا بغيتوا تسولوا على شي حاجه ولا نيزيتي با تكتبوا لي هادشي في لي كومونتير وغادي نجاوبكم ان شاء الله. بالنسبه لاسال اي تساؤلات عندكم ولا سولوني انا، ولا ما عرفتش غادي نسول تما ونجاوبكم. المهم هذا مكان صافي البنات، ما بقى لي الا نقول لكم ما تنساوش تمشيو لصندوق الوصف اللي راه تحت الفيديو، تكليكيو عليه وتلقاو صندوق الوصف باش تمشيو تشوفوا الفيديو ديال البحلاوه اللي صايبات لكم خالتي في الفيديو ديالها، باش تشوفوا بالديتاي صراحه كتجي خطيره، جات شهيه 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 بزاف، جات زوينه بزاف. المهم ما تنساوش تمشيو تشوفوها. الا حرفت لكم مثلا، حرفت لكم ما لقيتوش صندوق الوصف ولا وما لقيتوش لوليا، راه غادي تشوفوا هي تحت الفيديو، تشوفوا تما فيديو بحلاوه ديال حماتي، وتما لوليا هكا كليكيو عليه من الفوق يعني بلا ما تدخلوا، ولا ديروا لو موند دو فريده في يوتيوب وغادي يخرج لكم الفيديو ديالها. المهم البنات هذا مكان،
غادي نقول لكم دابا تهلاو لي في راسكم بزاف بزاف، وكنبغيكم بزاف بزاف حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.